للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من لندن السيد أمير المفرجي السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ أمير. مساء الخير. أهلا بك مساء النور. إلى أين يتجه من وجهة نظرك المشهد السياسي في العراق في ظل تمسك أحزاب السلطة الواضح بمسألة تمرير مرشحيها الذين رفضتهم ساحات الاعتصام؟ بدون شك هناك يعني مقاومة من قبل النظام الطائفي الموجود في العراق بعد هذه يعني الانتفاضة الكبيرة للشعب العراقي ضد بقائهم في السلطة. إذا هناك نوع من المخطط للبقاء، وكما ذكرتم في مقدمة البرنامج هناك يعني خطة للاستفادة من العوامل كعوامل يعني الشتاء، عوامل طول المدة، وكذلك العامل المهم وهو تصفية المعارضين وتصفية الناشطين من الشباب العراقي المنتفض، وكما لاحظنا في الوقت الحاضر يعني العملية ازدادت كثيرا. إذا نلاحظ أن النظام العراقي أصبح في موقف يعني يحسد عليه، هو لا يستطيع أن يعمل شيئا. لماذا من وجهة نظرك يعني يقدم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية برهم صالح طلبا إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر برلمانيا لتسمية رئيس الوزراء؟ أليس هذا من واجب البرلمان الذي لم يحدد هو الآخر من هي الكتلة الأكبر بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العام الماضي؟ لا شك أن البرلمان العراقي يعني أنا في نظري أنه له يعني أمل في أن تبقى الأمور كهذه، يعني هو يريد هو يعني أن تأتي له المساعدة من قبل إيران مثلا أو من قبل يعني بعض الدول التي تساعده كالدول التي لها يعني خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا من هذا المنطق هناك بعض يعني التأني للنظام العراقي وخصوصا البرلمان لي يعني الخروج بحل يستطيع أن يكمل المسيرة الطائفية التي جاءت بها الولايات المتحدة واستطاعت إيران أن يعني تأخذها بهذه السهولة. إذا البرلمان العراقي هو يقف في موقف المتفرج، أنا في نظري ليس له هذه القوة، ولكن هو في موقف المتفرج يريد أن يكون يعني باقي لهذه المدة، عسى ولعل الظروف الموجودة في العراق كظروف الاغتيالات وظروف الشتاء قد تساعده في النهاية. نعم، من أبرز يعني مطالب المتظاهرين يعني هي إخراج التبعية لإيران واستقلال العراق، ولكن مسؤول ملف العراق في ميليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني يتدخل ويضغط لتنصيب قصي السهيل، يعني هذا التأثير الميليشياوي وهو منتمي لتحالف البناء في مقابل الحصول على امتيازات لحزب الله في العراق، لا يعني ذلك أن تنصيب رئيس الحكومة في العراق مرهون بعقد أكبر قدر ممكن من الصفقات والمكاسب مع الأطراف الموالية لإيران؟ لا شك أن إيران يعني لا زالت تفكر في البقاء في العراق. إيران يعني تعمل المستحيل في سبيل أن تبقى في هذا الوقت. هناك خطط يعني يقال هنا من هنا وهناك بأن هناك خطط لإيجاد مرشح تقبل به يعني يقبل به شباب الانتفاضة العراقية، ولكن أنا في نظري أنه الأمور سوف يعني تتعقد ولن تصل إلى النتيجة التي يعني يرضى بها الطرفان، أقصد بها الشباب وأقصد به يعني النظام السياسي. إذا هناك يعني نوع لإيجاد حل ما من قبل إيران لتمرير بقاء هذه السلطة عن طريق وجود شباب يعني تابعة لهذه الأحزاب يعني ركوب للموجة وهي موجة الشباب التي تريد التغيير. إذن هناك نوع من التجيير في العملية السياسية. نتكلم الآن عن العمل على إيجاد رجل دولة، ولكن العراق يحتاج الآن إلى إعادة تأسيس الدولة. لا، لأن بريمر عندما أتى إلى العراق غير الدولة بميليشيات، الآن يجب أن نغير دولة الميليشيات بتأسيس دولة جديدة. أستاذ أمير، يعني بكل السبل تحاول إيران فرض رئيس وزراء موالي لها في تحد لإرادة المتظاهرين، ماذا يعني فشل إيران إلى حد الآن في فرض إرادتها السياسية على العراقيين بالقوة رغم مرور نحو 3 شهور على انطلاق التظاهرات في العراق؟
لا شك ان ايران ستعمل على يعني ما عملته في سوريا، وهو الطريق الوحيد اليها للخروج من المأزق، اي اضطهاد العراقيين بعمليات القتل والترويع التي تجري الان في بغداد وفي مدن العراق، في مدن الفرات الاوسط وفي مدن الجنوب. اذا ايران ليس لها اي حل امام هذه الجبهه الشعبيه العراقيه التي تريد ان تخرج من يعني من العراق. ولكن ايران ايضا تعتمد على المد الطائفي الديني في العراق الذي تمثله مع الاسف المرجعيه، التي قد تصبح كاحتلال ثالث اذا لم تستطيع ان تقول لايران ان تخرج من العراق وان تمنع قاسم سليماني من الدخول الى اراضيها. يجب ان نقول الاشياء كما هي، المرجعيه قبل كل شيء، مرجعيه النجف في العراق يجب ان تقول كلمتها اذا تريد ان يكون هناك تغير. ما سمعناه اليوم في خطبة الجمعة هو ليس سوى تخدير. يجب على إيران أن تخرج من العراق، يجب إعادة نظام سياسي ليس له تبعية إلى إيران ولا إلى أي دولة خارجية. من باريس عبر سكايب الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.